ليفي. المسألة تستحق شوية ان احنا بعد 6 سنين نتأملها بطريقة او باخرى. خلوني اخد حضراتكم ونروح للسيد خالد شقير الاعلامي بالاذاعة الفرنسية من مارسيليا. يعني سيد خالد، خليني في البداية اسأل حضرتك بعد 6 سنين عن ما صنعه الغرب وعلى رأسه الادارة الامريكية مما عرف بمشروع التغيير في الاقليم بعيدا عن حق المواطنين في اختياره. كيف يتم رؤيته الآن؟ مساء الخير أستاذة أماني، تحياتي لك ودعيني أحيي ضحايا 25 يناير من شباب ومن شرطة في مصر. بالتأكيد يعني حضرتك بترجعيني لست سنين. هذا السؤال يعني سألته من القناة الفرنسية الثانية في يوم 5 فبراير 2011. أكدت للقناة الفرنسية الثانية بأنني لا أفهم كمصري وكفرنسي هذه المواقف الغربية المعقدة من مثلا بن علي في تونس وبن مبارك في مصر بما يسمى الربيع العربي. أعلنت تخوفي في نشرة أخبار الواحدة ظهرا عن ما يحدث سواء في تونس أو في مصر، وقلت لهم كان مبارك بالأمس وبن علي بالأمس يقابلون في فرنسا ويوصفون برجل فرنسا في تونس بن علي، وأيضا مبارك الرجل الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. منذ اللحظة الأولى وأنا أتخوف من هذه يعني النتيجة التي حدثت وهذه الانقسامات التي يعني نتجت عن 25 يناير، لا أنظر إليها كثورة كما أشرت حضرتك، أنظر إليها كانتفاضة خرج من خلالها شعب مصر الثائر وشعب تونس الثائر في كل مكان، وكان لهما الحق في الخروج نظرا للظروف الاقتصادية والتهميش، وأيضا أن ليس أمامهم كثير من الفرص، ونظرا أيضا لوجود حكام لفترات طويلة. كما أشرت حضرتك في المقدمة، برنارد ليفي المعروف هنا بالفيلسوف والذي معروف علاقته أيضا بالصهيونية العالمية وأيضا بكرهه الشديد للإسلام. يعني هذه المؤامرة كانت مؤامرة مكتملة الأركان، وللأسف الشديد لم نفهمها أو لم يفهمها معظمنا إلا بعد مرور 6 سنوات ودفع خيرة شباب تونس ومصر وغيرها وسوريا وليبيا الثمن. واليمن أيضا. طب سيد خالد، مهم الجملة المهمة اللي حضرتك قلتها أن برنارد ليفي لديه علاقات وطيدة بالصهيونية العالمية، وربما القعدة كمان جايبة تسيبي ليفني معاه بالشكل اللي شفناه يعني بالصوت والصورة. لو تدينا ولو مقطع صغير نفهم منه مين هو وازاي الصهيونية العالمية بتتحرك عبر شخصيات يعني جزائري الأصل، فرنسي الجنسية، يهودي الديانة. الفكرة دي مهم جدا لأن كتير من شبابنا بيتعاملوا بتلقائية وعفوية وممكن يدوهم معلومات لما يتقابلوا معاهم. أنا بذكر الآن لما كان بيتقال إن في ميدان التحرير في جواسيس، كان الشباب بيضحكوا وياخدوا المسألة على صيغة المبالغة. بالتأكيد حضرتك يعني بعض من يعني هذه الشخصيات وكما أشرت برنارد ليفي وكثير من العاملين في مجال حقوق المهاجرين والأقليات واحترام العقائد الدينية والمرأة وحرية الصحافة، أنا على مدار 20 عام ومن خلال متابعتي وعملي سواء في الإذاعة ومتابعتي لبعض من الأحداث على الأرض وبعض من المسيرات التي تحدث هنا وهناك داخل المجتمعات الغربية، هناك مسميات وهناك احترام لكثير من الأمور الشكلية، وهي كما أشرت بعض من هذه الحقوق تستطيع عن طريق منظمات العمل المدني، هم لا يتبعون الجهات الحكومية ولكن منظمات عمل المدني، وهذه المنظمات العمل المدني للأسف الشديد وهذا يعني ليس افتراء على أحد، بعض من المصريين من الشباب مصر مثلا في فرنسا تم اختراقهم من خلال بعض من هذه الجمعيات، وتم زي ما نقول يعني تدريبهم او اختراقهم عن طريق الدعم المعنوي واستخدام بعض من المصطلحات وبعض من الالفاظ وبعض من التحدث عن الحريات وغيرها،
وللأسف في بعضهم متزوج من إسرائيليات حاليا وغيرهم الكثير، وهؤلاء الشباب لا أستطيع أن أخونهم، لأن يعني هؤلاء الشباب يمكن أن يتم الزج بهم في أي طيب لحظة دون علمهم. تمام، خلينا أستأذنك، عايزة إجابة بنعم أو لا على هل 2017 هيكون عام تفكيك الاتحاد الأوروبي، يعني انتقل المشروع ولو بطريقة أخرى إلى أوروبا القارة العجوز؟ نعم بالتأكيد، فوز ترامب أصاب أوروبا بالصدمة الشديدة، شك يعني مش عايز أقول لحضرتك إن أوروبا كانت بتمثل للأوروبيين هنتفرج السنة دي زي ما هم اتفرجوا علينا في السنين اللي فاتت. بشكرك شكرا جزيلا. خالد شقير مذيع بالإذاعة الفرنسية كان يتحدث إلي من مارسيليا.